السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ كيف أصبحتوا؟ شو أقول لكم هذا الحين؟ المفروض الله يحفظكم اليوم يكون يوم اللا، يا غير باكر السفر باكر رادين البلاد، فبنحوله من لا إلى هي، متى قررت هالقرار الحين؟ انزين، واليوم صباح الله خير مجتهدين ويا صلاح. اجتهدنا وياه على الله يحفظكم خراي هالمثل، يا غير فنيال في ظهره، ففي ظهره. راي ظاهر له فقير في السابعة هنيها ومتعب لنا كل يوم شيء متأثر منه، فنشينا اليوم وديناه المستشفى الأمريكي وقروا وظهر من يميع القيح فقير، هو خاري ما يبين عيل ما شيء زود وريم يا غير الوريم داخل انزين. فحين تري بننزل تحت بنت يامع وبنتوكل على الله، بنظهر بنصور ونسولف ونضحك ونطالش الهست البرنامج بخبر. ها انا جاهز زاهب، قول انا زاهب. اي ويل جو، قول انا زاهب. انا زاهب وراجع ان شاء الله زاهب. بنسير اليوم عده اماكن، منهن سيام براغون، بناكل في مطعم يقولون مال قبقوب، اعطينا عنوان تحت في نسيت والله شو اسمه، مكتوب في سيام سنتر امبسي سنتر امبسي، ما ادري بعندي العنوان. بنسير نيرب ونرد عليه. على فكرة أنا وايدين لي طرشوا لي عناوين مطاعم وشرق وغرب، يا غير ما أخذ النصيحة من حد ما أعرفه، أخذ النصيحة وأجرب يوم واحد اللي أحيده ذويق وفنان ويعرف للعيشة ويعرف لل ترى حب من الوادم، ترى اللي ما شاف للحمة يتعيب من الري مثل أخينا. ها بالضبط، دحلي مكان بسير على أكيد لا هي، فلذلك أخذ الرمس من أبوي من الناس من وادي أمين. لا أنا الناس يعني استصيخ رمسة الناس اللي تعرف للأكل وللمطاعم وللمولات وللمناطق، مثل هذا الريال اللي أمس نعتنا على مطعم أبو عبد الله، الجينا اللي فقير زينة كلهم يا غير اللوادم اللي هناك كأنك ياش في غرزة يا ود الحلال. ها مش مصريين اللي يشتغل، هي والله اللي يشتغلون مصريين. شكال بالله عليك يتكلمون يقول له يقول له هسه مش عارف هات ايه، يقول له ايوه عايز ايه، يقول له انت بتزعلي ليه، يقول له انت ما انت جاي تاكل ولا جاي تزعق، يعني مش معامله زبون ابدا مهما كان مصري او غير مصري، يعني مش مصري بقول كده، يعني الطبيعي ان في معامله. عجبك انت هال انا لو شغال في المحل ابتسامه عريضه على وش المحل، يعني ازاي زبون وتين انت تشتغل في المطعم ولا هاكل ومع الابتسامه ها ولا هدخل اصلا. يلا 205 and take the tips. اوكي باي باي. شو اخبار؟ شوف تبي نصور هذه؟ ها رقم واحد الحين بخير صلاح، ما يعورك الحين؟ لا اشكر فنك صلاح. حصه ابوي على حصه ما تعرف؟ حصه تعرف كل شيء ابوي. ما حد انا خبرته، الناس كلها خبروها، الكون كله يعرف. زين فأقول لكم الحين صراحة ساري يشرب أبوي قهوة العادية وأنا بسير أبوي يشرب الإكسبريسو مالي. بعد إكسبريسو سبريسو. يلا هاي قهوتي اليومية، هاي قهوتي اليومية، وهذا المكرون مالهن تبعهن، وهذا قراص الماء، وهاي شويون صباحي ما تصبح يعني صبحانية، وهذا أنا كبري شرايكم نويهم يفن يوم يقول لك رقاد النهار ما يغني عن رقاد الليل، ما كذا اللي قال هالرمسة، طعلوا يوه كلها ميفنة قالت لا حيلة سهر. أقولكم أعتقد أن توقيتنا في أي تايلند كانت خاطئة، الحين من أول البارح والبارح واليوم تايلند ما تروم تمشي من العالم، أعتقد لأن وقت العياد ما ظهرت العرب من بيوتها، الحين من عقب العيد بعشرة أيام 15 يوم بتظهر اللوادم، يعني أمم أظن اللواد كانت تريون نتائج المدارس العرب تريون نتائج المدارس عقب سافروا، فما شاء الله أمم حالي صندقنا ما شاء الله ممزور لين عينه، والفنادق لين من غير والممرات حتى السوق ارتبش، لازم يخرون البارح اللي نصايف الليل والعالم في البارح الممرات والأسواق والصنادج هالي خاري تنغش من العرب.
رايك في الكرك جميل؟ ولايتي هداء هداء الخالتي هي خالتي منو من ابو ظبي؟ ايه عليكم السلام. اشوفكم تربسون ويا صراحة عندكم وياه اليوم الصبح مترقين معاه اليوم الصبح؟ اي نعم تلاقينا معاه في المطعم اللي فوق. زين زين يا مرحبا تعال هنا عقبالنا. زين صبر ايش معنى سكنت في الفندق هذا؟ والله عشان خاطر يا سلام. نعم الوالدة جايب الوالدة قالت لي لازم الفندق اللي فيه خالد. يعني الله يحفظها ويحفظك. تكلم على الوالدة كثير السلام ترى هي جنك وهي نار. نعم. شوفني أنا قاعد قال فنان مش علي هي على الله يحفظها. أنا قال غادي فنان. نعم. من رضى الله ثم رتبت غادي فنان دبت حياتك لازم أول بادي من عقب رضى الله ترضي والدي. نعم والله واجب علينا يسر أمورك ويحفظك. آمين. سلم على مشعل كثير السلام. أنت بلاكم وين توني رأي توني يلا الله يحفظكم بوي يحفظكم تحت الله. أقول لكم شيء نفق بين الأنتر والمول اللي عداله شيء دكتور مال أسنان بنسير أبوي نسوي تشيك أب على ضروسنا الأقسام كلها أبوي في الأنتر ونحن ولا تدينا هالمكان ولا ندل دربة بلاد والله كل هذا في اللوبي. وهذا لما تشوفوا النفق اللي يربط بينك وبين السنتر العدالة هذا النفق وهذا فندقنا نحن وهذا سكة ما بيه هذا يصير من الشاي تحت وحد يصير بهذا الطريق هذا ها على ما تشوفون صح علي اكيد 100% شو تقول صلاح خطا يقول لك ها صلاح ها خير ان شاء الله عزيز صاحي ولا نايم شو تقول صلاح ان شاء الله الحين بنصير ناخذ حبيبي ان شاء الله ان شاء الله حاضرين حاضرين اقول لكم احنا ابوي اول ما دخلنا عندنا 20 دقيقه في ال 20 دقيقه قلنا بس لقطنا في اللوبي هذا في المول مكان شيء مميز على كورنر عيبني شكله يبين السنتر هذا اللي مقابل اللي ملاصق شو اسمه اللي ملاصق فندقنا الانتر في السنترال سنتر سنترال سنتر هل من تظهر فندق الانتر تلف يسار عقبه يمكن ب 500 متر هذا في مطار واللي مطار تشلي العنوان ريال ابوي يسمون المر الرجال اسم المر هو اللي مطار تشلي العنوان في دمك عادي المر ما طلع زين والله وايدين بعد غير وايدين شكروا لي عليه وكل حد يطري يا غير المره هي يوم شفتك انت طارنا اكثر عن ودي قلت في خاطري بسير لاجلك او لجل خاطرك يعني بير به وبرد الاخبار خلاص عاد الساعه كم 9:30 اخر اوردر نحب نسير لازم الساعه 9 بعد سد نفرات وايد يقولون ليش ما وديتوا البنغالي وياكم عبد القادر اللي وديناه انا المغرب ليش المره هاي ما وديناه وديناك انت تعرف ليش انا ما وديت عبد القادر تريد تعرف عبد القادر يوم صرنا وياه ويا صلاح المغرب كان 24 ساعة يتكلم مع أهله في الإنترنت 24 ساعة حتى وقت الأكل وقت السبوح 24 ساعة يتكلم في الإنترنت أي واجد يتكلم وانت اللي توك حاطنا في مخباك شو الله كان تبون الصدق مارو مظلمة أول مرة أشوفه قابض تليفون غير بغيت أحط الموضوع في جملة يعني أخبركم به يلا صح صلاح شان صلاح صح ولا لا يقول لك عمل شيء لوحده النهارده صح صلاح ولا لا صلاح صح ولا لا صح خبر عمل شيء لوحده صلاح شو صلاح خبر بيقول لي وانت ما تقول له انت اخرس ها عارف ساي ثم يحرجني يلا يلا دي ولا دي دي تعرفين هاللعبة هذه؟ يلا مرة ثانية. انت لك يا بها على الراس عادة صلاح. لا ثانك يو صلاح ثانك يو يلا هذا عصير الهنبة. يلا 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 ابوي عاد انا هذا شرابي المفضل. انا عشقي. وده شرابي المفضل. خل انت. سمول او. دراع.
شوي عيالك، حتى لو ما فيك مرض، لو فيك مرض بيخوز عنك المرض. ها علي؟ زي عندنا بالضبط، خش المستشفى المرضى بتعبيرك. يا سلام. هاي الدكتور، هاي الدكتور، هاي الدكتور، ها توها واصلة يا ربي. تعيينة وعند الدكتور وقعدت ايه؟ تعيينة وراحت الدكتور ولسه جاية من عنده. هاي ترى اللي بوظفها مال الاستقبال. شو علي؟ شكلها عيانة، دي كانت عند الدكتور. أبوي أنا خلصت ثعروسي رقم واحد دكتور من أروع ما يكون، يدها خفيفة وسعرها موافج، يا غير ربيعنا ربيعنا اللي ويانا أبوي وايد مشاكل عنده في ضروسه، جير وعزرائيين وطحنت الزمان ومشاكل عنده. آمين. لذلك الدكتورة بتبطي قالت علق لي بال الرجال هذا ربيعكم أبوي، ثلاث ساعات خدمة، ثلاث أيام ثلاث ساعات عندك ثلاث رصاصات. نال هبوي ربيعنا نحب ان بودر عندك وتعبل ايمنه، ونحن ابوي بنسير نخلص اشغالنا وخلاص روح يصير الفندق، ولا انت لاقوا عيادة في منتهى الروعه وكلاس وشيك وشغلها زين وخفيف وراعي الذمه زين وراعي صراحه زين راعي الذمه تشتغل من خاطرها واسعارها موافقه بضميه. شو؟ ان شاء الله صلاح يبيت شر اغراض، بنسير نحن بناخذ الاغراض من سيام، وعقب بنسير بنتلاقى ويا ربيعنا ولا بنسير مكانين ثلاثه. كان واحدنا اصلا وين بيواحينا الساعه 7 حين ما بي واحد بيصير مكان. يلا بنشوف شو بنسوي، برد عليكم خلاف برا. يلا يلا علي. صلاح صلاح شو حبيبي؟ من هناك بناخذ حبيبي، ما من هنا ان شاء الله. هذا المحليين مساعة زين عصيرهم وفنان كان بالغلا والليلة هاك الحكي نسيت اعلق عليه. فكرنا فكرنا بسم الله زيغتني. اول شيء قلنا وين بسير شرق وغرب، عقب قررنا نسير ترمل الوين. ليش شيء فناي الموصل لا مبنانا اسو اسو اسواتو احنا نحن وين الحين؟ اي شو اسم المحطة؟ نانا ستيشن. صلاح شو اسمها؟ اسو يلا صلاح ما بنت اخوز طقم بعد ويا صلاح. صلاح الاورنج الوان صلاح اليوم يعني برتقالي واصفر شيء يعني غير المو. ما ادري اي نادي هذا، نادي قدفر ما يبالى رمس تحيدون هالمقوله الماثوره غراب وحال على ياسمين. ما يبالي رمسه غراب وحال على ياسمين. يا ربي العالم يوم اقول لكم يوم نحنني ما شيء يا وادم. صلاح يلا تعالي نوره وانت محمد. محمد ها شو اسمك؟ شو؟ حمود؟ ايه تعال ياي ايه محمد لو حمود حمود مصمم ابوي ولدكم مصمم ما يصح. شو تقول حرم هاي؟ تايلاندي تايلاندي فهمت ايه بقى؟ يلا شو اسمك انت؟ وانت؟ وانت شو اسمك انت؟ سلام. والله والنعم. وهذا انا عالم. اثنين ثلاثة يلا يلا بسرعة يلا اركب.
يلا ها يلا انت حينك من القراد اللي سايرين عسبهم متعنين راعت الدكان محل راعت الدكان محل مسكر كل الدكاكين طلقة الا دكانها هي ريينا طول هالفترة لين فتحت وانا صارت تودع بيزات في البنك انزين وحين ابوي سايرين شو اسمه يا رب يا صار حد في الدنيا ما يعرفك انت مشهور مشهور صلاح يلا معركة يلا الحين ابوي داخلين في مول هذا في هذا المول بتعشى سنترال اسمه سنترال مول من اشيكهن هذا من اشيك واخير واغلى المولات في شتي كامله تايلاند وما بسايرين حق كل لان كل الماركات يعني اللي فيه واغراضها كلها غاليه لان كلها الموجود شو الماركات اللي موجوده في العالم اول ما تطيح سيدي في هالمول اول ما تطيح تقريبا يصفر ما في حد شو السبب لانه وايد غالي واللي يجون نخبه معينه ما تشوفون الا قول ها شوف قوتي روحه ثلاث ادوار تحت هذا واحد وهذاك واحد فوقه واحد قوتي روحه ثلاث ادوار عندهم شو اقول لكم بلا شوف الله عليك روع 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 سناترهم هذاك اللي بيجيب لي يونيه ذاك ما تروم تصير عند مطعم في هالمكان او كوفي الا تلقطه لاين عليه شو السبب لان اكيد انه ماركه معينه و وراح يكون مميز وايد مميز فهالاساس الجماعه اللي وصفوا لي المطعم مميزين هي شو عاد طالب انا هم الله يسلمهم يدروب اني انا احب السي فود فواصفين لي مطعم هني بس شغلته بس قبقوب ما له مهر غير القبقوب علي وصلنا الدور الرابع الدور الرابع قول لي ده الدور الرابع الواحد لو كان ماشي على السلم عادي كان عمل ايه كبير علي وصلنا الحمد لله على سلامتنا ايوه مش سلامتي الوقت كلنا تعبنا هذا هو المطعم اللي خبرتكم عنه لان احنا عانين عسب بيشل حبيبي ترى صلاح من عطي الاوردر ما يعيب يتم المنيو موجود على الطاوله اول ما توصلهم هذا ابوي اول ما يبون لك التوم يوم سو لكن بدال العادي هذا يبون عاد على قبقو داشن ده اما ليه القرف ده بيترمي هنا لا بيترمي هنا ما جايبين لك دي مخصوص للقرف كل شيء يسوي بالجلبي يعني بدال ما يعق الكشره جايبين لهم كل واحد حاطين له وحده مالته قدام الكشره يعقها في لا على الطاوله ايه يا اخويا عشان نعرف انا اكلت قد ايه ورميتها قد ايه ودخلنا على المطعم وتعشينا وظهرنا لكن ابوي المطعم مطعم زين شو بقول لكم عادل لكن ما بمالي واع مطعم تايلندي ترى يعني كل شيء يثب مع الاكل التايلندي موجود عندهم يا غير هذا على سبيشل وايد واسعاره زينه ما بغاليه يعني القبقوب اللي ينحط ما بمال يمزر بطنك لو بتاكل 20 حبه اصلا ما مزر بطنك قبقوب كبار عيل على كيلو الوحد وزنها يعني غير يوم بتظهر بتعزل اللحم عن العظم في القبقوب ظهر 200 جرام لحم و800 جرام كل عظام وقروف ده نوعين القبقوب اهم نوعين عندهم نوع شيء مثل الحمس ويا الفلفل الاسود وجميع الخروشان اللي فيه زين والطريقه الثانيه قبقوب كري مثل الكري يعني مثل الصالون شيء مثل المرقه الغليظه ولونها شيء برتقالي غامج حلو طعمها غير ما يعني روحي انا طلبت قبقوب قبقوبين من الكبار كل واحد كبر الشفين شفت هذا نص قبقوب واللي عداله نص قبقوب يعني ها قبقوب انزين قبقوبين ما قال اللي كم الخبر قبقوبين ما قال اللي كم الخبر نعم ها تصراح صار يربع خفيف والتم يوم سوب مالهم عادي يعني ما بيعني هذا اللي تنشله واجه
لا سلم عليه وانت او انك بتنسي فاهمي ولا انا فاهمي يعني شفت يوم بيجبل عليك حد ما بمهم يعني شرات اللي تبى تنسي وما تبى تنسي بتنسي وما بتنسي تيه جيتك عم ما تقول ما جيتك يلا شو اسمك الفندقة يلا صلاح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعطيناه فلوس الدريود يلا سيد دايركت ها دايركت يلا باي باي صلاح باي باي يا ربي هذا ما يسوي القبقوب بيمشي هو دلوقتي يا ربي يعني اصطادوا كمان شوية وكلتين ما شاء الله عليك ها صلاح ها وين وين ها علي ايه تمام تمام القبقوب كم حل القبقوب والكفته الكفته ما شاء الله اثنين في واحد يدوب العيد قاعد بتسوي رجيم من اليوم انا بقالي 3 ايام مسوي رجيم باكل 4 طاقات في اليوم انزين الحين ابوي نحن ردينا المطعم هذاك اللي في فريج العرب حق علي يتعشى ليش لان ابوي العشاء ما عيب علي مال القبقوب هذا بعده ما يشبع عشان كده 10 جرام في كل كالوريه اللحمه قد كده هي شوربه طعمها حلو لما برضو مش وجبه غذائيه كامله يعني الواحد عايز رز وعيش وسلطه وسمك مقلي سمك مشوي بطاطس ما البطاطس ايه الجبجوب الجبجوب ايه الجبجوب الواحد بيجيب الجبجوب ده عندنا يجيب كيلو جنبي 3 كيلو سمك يمز بيه يعني يحل بيه انما هي وجبه اساسيه يعني الجبجوب وجبة أساسية لمصري ما ظنش لإماراتي يجوز بتاع تايلاند أكيد وجبة أساسية نحن حاليا يا الله يحفظكم في مكان مال المساج هذا واحد من أحسن 10 واحد من أحسن محل وايد نظيف وجريب نانا جريب قوم نانا محطة نانا جريب غير هذا عندكم مليون فرع وهذا أقرب فرع لنا ما المسخرة ولا ما شل وحط ودس وما تشو لا المكان من أروع ما يكون ومستريت ونظيف فنان رقم اللي يبه المساج الرقم واحد النظيف واللي أقصد مساج ما شي شغل العرب شغل قنبو عبود وما أدري شو لا يصلح حق عوايد يعني ريال مع حرمته مثلا ولا مع أخته ولا أمه حريم لي خدمن وكل شيء شيء زين يعني شيء مع العلاج طبي يعني طريقته لازم بحجز نحن الحين من اول البارح جاي بغيت البارح ما طاعوا قالوا لازم حجز حجزنا حق اليوم يلا يلا لقطنا قام ظني في المحل كله اللي قام ظني ان علي بيسوي فيه مساج اقنعني بصراحه ما كنتش مقتنع في المكان وشفته قليل لان بصدق اخاني دايما لازم اكتشف بنفس السر اللي في المكان ايه ايوه ايه الافضل اللي فيه اليع الله يرحم حمام الحسين المناطيل الله حمام المناطيل والحسين ابو الزهويه تفضل عندنا فرحيت شوف هالمكان شوف هالريسبشن الرجال الحين ياخذ المعلومات كامله شو اللي تبار عده انواع عندهم مثلا اللي بغيت اوصلكم الفكره انه مال كتشره مكشره ما شيء عندهم كلهم شغلهم بمنتهى الروعه يعني يسوون بهذه الاعشاب ها مثلا نحن اليوم بجرب اللي فيه هذا ها في هالقلولة المثل الأعشاب أولنا ما تجربت أنا أتحرى يوم يقصدون أعشاب أتحرهم يوم يقولون أعشاب معناته أن الأعشاب بس ريحة طلع لا تأثير الأعشاب حتى على الجسم والعضلات وعلى آخر ودي شاوروني يعني قالت بب الأعشاب قلت لا ترى يوم بالأعشاب أنا أتحرى الأعشاب معناته بس اللي ريحة طلع لا تأثر حتى على الجسم على الرأس فعلى هالأساس how much is it the what I'm will do oil massage with herbal ball 90 minutes or 1400 1400 تقريبا 170 درهم 170 درهم 90 دقيقة ساعة ونص مع الأعشاب ومع الزيوت وطحنة الزمان شيء وايد زين الأماكن مال قنبو عبود على 2000 و2000 وشيء غير هالمكان لأنه نظيف وفنان فالعرب أبوي حد من العرب يعني يدورون مكان اللي فيه خش ودس اللي فيه مال خش ودس يكون اغلى شو السبب لان في شغل شيء اللي ما يرضي يلا يعني
شيء من الحجر يعني إذا ريال ويا حرمته باثنين أتم يلسون ويدخلون عليهم حرمتين يعني ويخدمونهم وشيء يحجر كل واحد شيء من غير يعني كل نفر حجرة روحه يعني ها؟ الرجل ومراته المدام بتاعته يخدموا لها 2 ستات في غرفة واحدة هي شو المشكلة؟ يخرجوا متجوزين ولا يطلقها آخر الجلسة سبحان الله وعلي في شاية مش موجود عند أي حد أسنانك لا فضل عنك وياها لا يوم بتدخل أي مكان صاير حق شو صاير حق دكتور أسنان وأنا حق شو قال لي لا أنا لازم يكشف على أسناني دخلنا مثلا بعد جنب دخلنا جنب عامل سناني برقيل برقيل قول مشكل برقيل غار من اي شيء حشو وتقوير وخدمة وطبيب وكل تقوليش بتنجانة روحي اللي خليني اتكلم روحي ايه بتقول ايه خليني اتكلم روحي بتزيد اقول لكم لو ما لحايت هالشيء شرب علي عصير هذا لا ايه عصير ده لا يغسلوا بيه رجلينا والله يبينون انا شربنا قبل فوطه يشرب شو رايك حلو؟ الله حلو ها؟ شنو كوبايه منين؟ شوفوا يا جماعه عجبكم قوي والله ده عصير حنه عصير هي زي الطاهر يحتكي ايه؟ لكنه والله صحي فنان علي فنان يلا او شبه الفيكس هذا هو زين هاي فتشته ويا الراس بس الفيكس الثاني على الجلد ده من جوه بنضف جوه باي باي جود جود صراحه افري دي ان شاء الله يا جد ان شاء الله باي باي اخبار مساج ايه علي مش انا اللي خارج انا واحد تاني ازاي مش انا اللي دخلت من ساعه حاجات كتيره قوي كوي وبخار ومساج زي ما تقول كده دخلت اللاندري عملت تنظيف من كله خارج واحد تاني يعني الناس يمكن يقولوا مفيش فرق كبير بس انا حاسس من جوايا ان انا اتغيرت المساج الاول كان بالزيت من اول ضف رجل لحد شعر راسي وبعدين سخنوا مكوى ولا ما اعرفش سخنوا فوطه ولا دعكوا جسم الست اللي عملت لي المساج بقى ست عجوزه قلت هتلاقيها مش عارفه تعمل حاجه كسرتني البعيده ضحضحتني كل ما تحط ايدها في حته اقول اه حمامي بصراحه يعني ده قال عليه خالد بصراحه احسن مكان بصراحه بجد المساج بجد يعني انا عمري ما عملت مساج بس احلى مكان وين دروسك؟ دروسك وين؟ يا ربي هاي بقول عنك أدقم هذا الأدقم يا ابني عليك يا ابن محمد يا ابني نظرك يا ادهم وانت كمان ضعيف ده انا عارفك نايم كنت قد كده شوف التليفون عامل فيك ايه فينك انت الريال ها وين تعرفه ولا لا زين شو تبى الريال علي قلبي حنين ماسك التليفون يا عيني هيخش جواه زي هيضربه بيضرب ترى هيضرب الله لا يعرف لا باب ولا من سبع لا حبيبي لانه انسان محترم زي حبه يطلب سلف مين؟ حبه يطلب سلف حبيت لا ايه؟ حتطلب سلف سلف؟ لا معي ما يخلص قلنا بيطلب سلف ضك عنك لا والله زي هو واخد باله واعي يلا علي يلا يلا يا خالد ها المساج يعني يدل جسمي يبوظ لي شعري يا سلام مش متظبط خالص واقف كده النهارده ايه المهم ابوي هاي ضيتنا الحين تونا ضاوين فندقنا بنا مطبن يلا الصباح في الاحد صباح الخير صباح الخير باي باي اخبار اليوم كانت سير زينه زين والقبقوب هاي زين الزين هي انا رحت كملت كفته هي شفت قبقوب انت كفته كفته بالانجليزي وافيك كفته بالفرنساوي ايوه وكبقوب مع كفته بالمصري ايوه بالمبابي من امبابي
يعني قلت تصبح على خير؟ قلنا خلاص. ويا مرة ثانية ناس نامت دخلت نام عن صحية تاني. دي معلومة بسيطة يا جماعة، الجبجوب في مصر هو الكابوريا. حينة؟ حينة ايه؟ خلاص بقى يا تصبح على خير. تنتهي حلقتنا هذه الليلة مع تمنياتنا بأحلام سعيدة. ابو محمد، وصلنا احنا هنغاريا فندق الفور سيزن، الالوان كل للاسف يعني اليوم الخالدي يعني بنفسجي واخضر، يعني ما اعرف ايش السالفه. كل الفندق بنفسجي واخضر، شو نسوي الحين؟ يعني كل العيون الخالدي استلم الامر الحبيب. المنطقه اسمها الخالدي، هذه سميت الخالدي لانه فيها مستشفى الخالدي من اقدم المستشفيات في الاردن، مش الاقدم، من الاقدم يعني. هذا الريال يسلم عليك. يا مرحبا الساعة. ويبا يستضيفك في التلفزيون. نعم. ها شو رايك؟ وانا في التلفزيون. حاضرين يا ابو عبد الجليل، حاضرين حاضرين. لا حاضرين يا ابو طه قصدي.